الكره هذه او صعبه بكينو هنا بالفوزي تشاوي وضع بالصد هذا مش ممكن او شوشي على بعد امتار عرضيه صعبه انت رائع انت رائع يا ايها الرائع الشاوشي اللي عمل مونديال افريقي ممتاز لن ننسى تصدياته في مباراة الكوت ديفوار كان رجل الربع النهائي حقيقة صعبة 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 او نو نو يا فوزي شوشي يا فوزي شوشي وعقب حارس الفريق فوزي شوشي بالإيقاف لمدة سنتين شعور تاعك وانت تلقى ربما الخبر هذاك تاع مسبحوا لي واش حسيت فالعاود زدت مجدي واش نقول لك الفرحه كانت كبيره خاصه في المنزل تاعنا والحمد لله في مدينه بوجما كما نقول لك كان احتفال كبير وان شاء الله تكون عام خير ان شاء الله شوشي هو اللحاف الاساسي في المنتخب الوطني الجزائري حاليا يعني حاليا دائما كان هو كل اساسي احسن حارس في الجزائر وفي افريقيا نتكلم خلينا نتكلموا بالمنطق محمد كثير من الناس يعني يتكلموا عليه لأنه هو هكذا هو هكذا هو هكذا (تصفيق)